سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله الخير كله بيد الله إلهنا إلهنا إياك نقصد بآمالنا وعليك نثني بصنوف أقوالنا وإليك نرجع في جميع أحوالنا وعليك نلح في طلبنا وسؤالنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اكفنا شر الأعين اللهم اكفنا شر الأعين واكفنا شر أصحابها اللهم احفظنا وأهلينا وذرياتنا من كل عين معجبة نظرت إلينا ولم تقل ما شاء الله اللهم إنا نستدفع بك كل عين نظرت فبلدت عقلا وضيعت علما وسحقت ذكاء وأمرضت جسدا وعطلت عضوا وفرقت مالا وغيرت حالا وشوهت جمالا اللهم أبرد حرها وأبطل أثرها وأزل عنا ضرها وأذاها اللهم احفظنا من الوساوس والأوهام ومن نزغات الشيطان والأسقام ومن الأرق وسيء الأحلام ومن الأرق وسيء الأحلام ومن الأرق وسيء الأحلام اللهم اكفنا شر التحاسد والحسد واحفظنا من أن نحسد في نعمة من نعمك اللهم يا شافي يا معافي اللهم اكفنا وأهلينا وزوجاتنا وذرياتنا ومنازلنا وأموالنا من كل حاقدة وحقود واكفنا اللهم اكفنا كل من يفرح لحزننا اللهم يا الله اللهم اكفنا كل من يفرح لحزننا ويحزن لفرحنا اللهم لا تجعلهم لنا صاحبا اللهم لا تجعلهم لنا صاحبا ولا جارا ولا قريبا واكفنا 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 كل من أظهر لنا حبه وأضمر لنا ضره وأضمر لنا ضره اللهم احمنا وبلادنا وبلاد المسلمين اللهم احمنا جميعا من شر السحرة والساحرات من شر السحرة والساحرات اللهم إنهم قد أفسدوا على الناس معايشهم اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد إلهنا إلهنا
نسألك وأنت في عليائك، اللهم لا تجعل لهم في أرضنا مسكنا ولا في قلوبنا مكانا، اللهم سلط شياطينهم عليهم واكفنا ضرهم واكفنا ضرهم واكفنا ضرهم، ولا ترنا وجوههم ولا ترنا وجوههم. اللهم أنزل في هذه الليلة رحمتك على كل مبتلى بسحر أو عين أو حسد، اللهم اكتب لهم الشفاء، اللهم اكتب لهم الشفاء، اللهم طهرهم أرواحا وجسدا، اللهم اشفهم شفاء تاما، وخص منهم والدينا والحاضرات والحاضرات والحاضرين والحاضرات، اللهم ومن رآنا ومن أمن على دعائنا، اللهم اجعل هذه الليلة آخر عهدهم ببلائهم، آخر عهدهم ببلائهم، اللهم أسعدنا وأسعدهم بشفائهم، اللهم جملنا وإياهم بالعافية حتى نهنأ وإياهم بالمعيشة. إلهنا نعيذ أنفسنا ووالدينا وولاة أمرنا ومن نحب بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم إنا نتوسل إليك، نتوسل إليك طلبا في الشفاء، طلبا في الشفاء من غير ضر، من غير ضر يا الله. اللهم من كان في هذا الجمع ومن بين ثنايا هذه الصفوف يشكو إليك سحرا أو مسا أو عينا أو نفسا أو حسدا، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفنا واشف أهلينا، اللهم اشفنا واشف أهلينا، نطلبك العافية، نطلبك العافية، نطلبك العافية، فإنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شيخنا، اللهم ارحم شيخنا زائد بن سلطان، اللهم ارحم شيخنا مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم يا الله، اللهم أنزل حفظك وشفاءك على رئيس الدولة خليفة بن زايد، اللهم وفقه ونائبه وولي عهده وحكام الإمارات، وزينا وإياهم بعفوك وعافيتك، زينا وإياهم بعفوك وعافيتك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله أكبر.